نظمت لجنة التربية الكنسية بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة اللقاء السنوي للخدام بعنوان دورة أحد الصوم الكبير، والمزيد في سياق التقرير التالي نتابع. نظمت لجنة التربية الكنسية بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة اللقاء السنوي للخدام وأعداد الخدام بعنوان دورة أحد الصوم الكبير. الدورة بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها دلوقتي هي دورة أحد الصوم، والدورة دي جميلة جدا لأن بتجمع كل خدام الأبروشية من كل الكنائس لكل القطاعات، ابتدائي إعدادي ثانوي شباب أسرة سيدات أي قطاعات بتحضر معانا الدورة ديت. الدورة دي زي دورة تنشيطية كده كل سنة بنعملها، بقى لنا فترة طويلة بنعملها. السنة دي خدنا شعار كبير اسمه تمم خدمتك. كل سنة بنختار شعار كبير وبعدين بنكسر الشعار أو بنقسمه على محاضرات على طول فترة دورة أحد الصوم على الأحد. النهاردة السنة دي الموضوع العام أو الهدف العام تمم خدمتك. الهدف بتاع النهاردة الاتضاع. التواضع عنوان لأصالة النفس، فيأتي الأحد الرابع من اللقاء السنوي للخدام وإعداد الخدام بعنوان تمم خدمتك بسر الأسرار الاتضاع. الاتضاع هو سر الأسرار من الأساسيات في من الأساسيات الخادم الناجح، وعشان أكون خادم متضع لازم أخلي ذاتي زي ما رب المجد أخلى ذاته، والخدمة ما تكونش فيها إظهار الذات، ساعتها هتكون الخدمة هي إظهار السيد وليس إظهار السيد المسيح. لو الإنسان متواضع وجهاده قليل في باقي الفضائل ممكن يخلص، لكن لو تعب إنسان تعب وسلم جسده لنسك شديد بدون تواضع ضيع تعبه كله بدون فائدة. يهدف اللقاء في دورته 12 إلى إعداد خادم ملم بكل نواحي الخدمة الكنسية. عزيز داود، ميسات.